الصوت واضح يا شباب، أعطوني واحد الصوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا الدرس الجديد من دروس مدرسة تطوير الإلكترونية التابعة لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، وسيكون درس هذه الليلة في الصف الثالث الثانوي في مادة الكيمياء، ويكون الدرس الرابع في تركيز المحاليل. أعده لكم الأستاذ بندر العتيبي، يقدمه محدثكم ناصر عنيف. طبعا تكلمنا في المرة الماضية عن التركيز المحلول، تكلمنا عن أربعة أنواع من التراكيز. فما هي هذه التراكيز؟ اكتبوا في الشات ما هي هذه التراكيز، درسناها في المرة الماضية. النسبة المئوية الكتلية والحجمية ممتاز، والمولارية ممتاز، والمولارية. إذن أربع أنواع: النسبة المئوية بالكتلة، والنسبة المئوية بالحجم، والمولارية والمولارية. قلنا في ارتباط بين المولارية والمولارية، وين في الرياضيات؟ وين الارتباط يكون موجود؟ متساويين في وين؟ في البسط. ممتاز. في البسط اللي هو عبارة عن ايش؟ البسط متساويين في البسط اللي هو عبارة عن ايش؟ ممتاز يا غازي، اللي هو عبارة عن عدد المولات، كلهم بسطهم عدد المولات. بينما يختلفون في المقام اللي هو في المولارية، الكتلة أو كتلة المذيب بالكيلو جرام، والمولارية كتلة المذيب حجم المذيب باللتر، حجم المحلول باللتر. الفرق بينهما في المقام، المقام في المولارية حجم المحلول باللتر، وفي المولارية كتلة المذيب بالكيلو جرام. أهداف درسنا اليوم أن نعدد طرق حساب التركيز المحلي وعددناها قبل قليل، وأن نحسب الكسر المولي. طبعا ماذا نقصد بكلمة كسر؟ نسبة اللي هي زي ما قال محمد وغازي، نسبة يعني بسط ومقام. ممتاز. مولي، إذن هو بسط ومقام مولي، نستخدم فيه وحدة المول، إذن هو عبارة، الكسر المولي يتعلق بعدد المولات. ممتاز. وهو عبارة عن كسر، يعني بسط ومقام. يمكن التعبير عن التراكيز بدلالة أمرين. مو احنا أخذنا أربعة أنواع من التراكيز ولا لا؟ أخذنا أربعة اللي راحت. لا تستعجلون عشان تعرفوا تجاوبون، درستوا أربعة تراكيز، اثنين بدلالتهم واثنين بدلالة واحد مشترك فيهم، يعني اثنين في دلالة مشتركة بينهم واثنين في دلالة مشتركة بينهم الاثنين الثانيين. ما هما هذين الشيئين؟ النسبة المئوية. ممتاز. النسبة المئوية مشتركة بين النسبة المئوية بالكتلة والنسبة المئوية بالحجم، وعدد المولات موجود في المولارية. وعليكم السلام. موجود في المولانية وموجود في المولارية. واضح السؤال؟ واضح الإجابة الآن؟ عليكم السلام. لحظة محمد يقول ما في واضح، ومش عن مو واضح. طيب خلونا مع اللي احنا نقول انه يمكن التعبير عن التركيز بدلالة كل من الأول والثاني اللي أخذناهم، قلنا هي النسبة المئوية بالكتلة، والثانية النسبة المئوية بالحجم. مضبوط يا محمد؟ ادخل اطلع، يمكن عندك مشكلة يا محمد. اتكلم عن محمد هاني، يمكن عندك مشكلة في النت. فنقول بدلالة النسبة المئوية، هذا الأمر الأول. أو سنلاحظ أن في المولارية والمولارية في مشترك اللي هو البسط قبل شوي قلنا، اللي هو عدد المولات، فممكن نحسبها بعدد المولات، إما بالنسبة المئوية أو بالمولات. خلاص يا محمد؟ نشعل خلاص؟ ممتاز. الحمد لله. عدوها بسرعة، معليش عدوها ثاني مرة بسرعة. وعليكم السلام. عدوها طرق حساب كم هي أولا؟ أربعة، صح؟ لا، عدوها بسرعة ولا تكررون. وعليكم. هلا يا عبد العزيز، ثقافة إيطالية ها؟
النسبة المئوية بالكتلة، والنسبة المئوية بالحجم، والمولارية والمولالية. هذه أربعة، والأخيرة اللي قلناها قبل شوي اللي درس اليوم، ممتاز، الكسر المولي. إذا النسبة المئوية بدلالة الكتلة، النسبة المئوية بدلالة الحجم، التركيز المولاري، التركيز المولالي، والكسر المولي. شوف الصورة، جايين. ما نسبة الجزء المأخوذ من الكعكة؟ ربع، يعني واحد على أربعة، يعني واحد على أربعة. طيب تحت، ما نسبة اللون الأحمر؟ ما مو 18، برجس 18 ايش؟ 18 ايش؟ ممتاز، 18 ايش؟ 28 ايش؟ 28%، 28%، اي بالمية، ما شفتها انا في الاول، 28%. حلو. طيب اسأل سؤال، لو كانت هذه الصورة تعبر عن المحلول، الأحمر من هو؟ لو كانت هذه الصورة تعبر عن محلول، اللي بالأحمر من هو؟ أيوه ممتاز، المذاب. ليش؟ ليش المذاب الأحمر؟ إيه ليش المذاب الأحمر؟ لأنه أقل، لأنه أقل، وهذا هو المتوقع، وهذا هو المتوقع في المحلول، وهذا هو المتوقع في المحلول. واضح؟ الكسر المولي تعريفه هو نسبة عدد، نسبة ايش معناها قلنا قبل شوي؟ نسبة ايش معناها؟ كسر، بسط ومقام. حلو. هو نسبة عدد مولات المذاب أو المذيب، يعني يا آخذ المذاب في البسط أو آخذ المذيب في البسط، فآخذ عدد مولات المذاب في البسط أو آخذ عدد مولات المذيب إلى عدد عليكم السلام، حياك الله يا أستاذ حسن، حياك الله، يا أهلا وسهلا. إلى عدد المولات الكلية للمذيب وللمذاب، أجمعهم مع بعض، يعني البسط سيكون فيه إما عدد مولات المذاب مقسوما على عدد المولات الكلية للمذيب والمذاب، إذا رمزنا للمذيب بالفي كمادة وللمذاب ايه المادة، فإن نسبة عدد مولات المذاب إلى المولات الكلية نقيسها، نقول الكسر اكس اي، هذا رمز الكسر، يساوي عدد مولات المذاب مقسومة على عدد مولات المذاب مضافا إليها عدد مولات المذيب. إذا أعطاني المحلول ما في إشكال، لكن نقول بما أن المقام عدد مولات المذاب زائد عدد مولات المذيب، لازم أحسبهم إذا ما هي محسوبة. نجي الكسر بالنسبة للمذيب، الكسر بالنسبة للمذيب يساوي عدد مولات المذاب مقسوما على عدد مولات المذيب مقسوما على، ممتاز إبراهيم، عدد مولات المذيب مقسوما على ايه، لا ايه تعني مذاب وبي تعني مذيب، ان ايه تعني عدد مولات. اذا نقول مره ثانيه، اعيدها مره ثانيه، اكس ايه الكسر المولي للمذاب، لأن A هو المذاب، ساوي عدد مولات المذاب مقسوما على عدد مولات المذاب مضافا إليها عدد مولات المذيب. أما إذا كان السؤال عن كسر المولي للمذيب، فسيكون الكسر المولي للمذيب يساوي عدد مولات المذيب مقسومة على عدد مولات المذاب زائد عدد مولات المذيب. ولاحظوا إذا جمعنا الكسرين XA و XB لابد أن يكون مجموعهم واحد، يعني الكسر المولي للمذيب والكسر المولي، أيوة ممتاز يا فارس، ممتاز، البسط متغير والمقام ثابت. إذا جمعنا الكسر المولي للمذاب والكسر المولي للمذيب يطلع القيمة واحد وليس الإن، انتبهوا بعض الناس يخطي يقول إن A زائد إن B يساوي واحد، لا مو صحيح، الكسور الموالية هي التي تجمع ويطلع مجموعها واحد. عرفت ولا ايه؟ كلما اقل من واحد، واذا عرفت واحد عرفت الثاني، لان مجموعهم واحد.
واضح القانون واضح القانون والخطأ اللي وين يجي فيه الخطأ اللي بتحسب الان هي الاكس لا الان هي عدد المولات. بسم الله نشوف المثال راح ناخذ المعلومات بعدين نحلها ونشوف الحل مرة أخرى بالهدوء بالهدوء أقرأ أول شيء إن هي عدد المولات أوجد الكسر المولي للمذاب وللمذيب لمحلول يحتوي على 36 جرام من HCl و64 جرام من H2O ما هي المعطيات؟ ممتاز محمد الماء يعني مذيب ممتاز يلا ما هي المعطيات؟ كتلة بالجرام لكل من المذيب والمذاب ايش رايكم بكلام غازي؟ يقول أعطاني كتلة المذيب وكتلة المذاب ايش رايكم بكلامه تأيدونه؟ ممتاز وأيضا أعطاني شيء ثاني وأيضا أعطاني شيء ثاني الكتل المولية الكتل الذرية وليس الكتل المولية أعطاني الكتل الذرية اللي من خلالها أحسب اللي من خلالها أحسب ها الكتل المولية فالمركب الأول H2O اللي هو الماء المذاب والمركب الثاني HCl من يحسب لي كتلة HCl بسرعة كتلة HCl المولية كم؟ كتلة HCl المولية ممتاز يا محمد طبعا أنت بس ما قربت صح ولا لا؟ 36.4 أنت ما قربت قلت يا إبراهيم قربت بشكل كبير لأن H واحد و Cl 35 و 453 فلما نجمع نطلع 36.453 والماء والماء كم الكتلة المولية؟ تقريبا 18 نتجه ونشوف الحل هذه المسألة الآن هذه مسألتنا كتلة المذاب 36 كتلة المذيب 64 ويبقى الكسر المولي للمذاب والكسر المولي عفوا الكسر المولي للمذيب الكسر المولي للمذيب والكسر المولي للمذاب طبعا هي الحين في خطأ طيب من خلال الكتل المولية عندي كتل مولية وعندي كتل مذاب ايش احصل عليه؟ ايش احصل عليه؟ احصل على عدد المولات اللي عدد المولات الكتلة قسمة الكتلة المولية ايش رايكم بكلام محمد؟ ممتاز يعني نسويها طبعا نقسم كل واحد منهم نقسمها فالمذيب عدد مولات او نقول ان ان ايه يلا خليكم جاهزين لا عشان تعطوني الارقام ان ايه اللي هو المذاب كم كتلته 36 حلو كم كتلة المولية؟ نعم هذه هي الآن اسرع شوي هذه اكس بي للمذيب قسمنا عدد مولات قسمنا الكتلة على الكتلة المولية طلع عندي 3.55 من 100 مول للمذيب وطلع للمذاب 36 على 36.453 يطلع 987 هذه عدد المولات وليست الكسور المولية وليست الكسور المولية الآن اكس ال والكسر المولي للمذاب هذا عدد مولاته على مجموع مولات المذيب والمذاب اللي حسبناها هنا طلع الجواب 22 من 100 اما الكسر المولي يعني لا يا مشعل احنا قلنا بالتقريب بعض الاحيان بالتقريب هو رقم الرقم ما له وحده بالتقريب كسر رقم يعني ما له وحده بالتقريب ممكن يصير عندك خطا بس بسيط بس يكون من ضمن الفاصله وليس العدد الصحيح لو نقول اكس بي كسر
الكسر رقم كسر رقم ما له وحده. فالاكس بي 3.5 على عدد مولات المذاب زائد عدد مولات المذيب يطلع الجواب 170 من 100 لما تجمعهم يطلع العدد صحيح. ما له وحده لان الكسر رقم يعني. في سؤال ولا واضح؟ ارجع اعيد مره ثانيه بس للتاكيد. في فرق بين عدد المولات والكسر المولي. في فرق بين عدد المولات والكسر المولي، مو اول ما يطلع لك الارقام تقول والله انا عندي خطا هذا اكبر من واحد، هذا عدد مولات ما لك شغل فيها انت، اهم شيء الكسر المولي ما يطلع اكبر من واحد. اهم شيء الكسر المولي ما يطلع اكبر من واحد. ممكن نقول اذا اعطاك اياه بس ما راح يعطيك اياه المحلول، ما راح يعطيك اياه. محمد ما راح يعطيك في الاسئله، ما راح يعطيك في المسائل، ما راح يعطيك المحلول. اي انا عارف انت قصدك عشان اسهل عمليه، بس هو ما راح يعطيك في ما راح يعطيك في المساله او في المسائل، ما راح يقول لك علما بان عدد او عدد مولات المحلول تساوي كذا. طيب مثال يقول الكسر المولي يساوي الكسر المولي للماء يساوي 78%، ماذا يعني لك ذلك؟ واذا كان كسر المولي ل HCl يساوي 22%، ماذا يعني لك ذلك؟ شوفوا اربطوا بين السؤال واربطوا بين الرسم. وش العلاقه اللي ممكن نستفيدها من هذا من خلال هذا الرسم؟ لا شوف لاحظ الارقام، لاحظ الارقام ولاحظ اربطها بالصوره. إذا عرفت ممتاز، لكن أنا أقول اربطوا بين الكلام والصورة. أنت ما ربطتوا بين الكلام والصورة. هنا وش أعطاكم؟ هنا ماذا أعطانا؟ لا هنا ماذا أعطانا؟ كسر مولي، تمام؟ هنا وش أعطاني؟ ممتاز، فوق أعطاني كسر مولي، وتحت وش أعطاني؟ نسب مئوية، وش معناها؟ وش معناها طيب؟ الكسر المولي هو النسبة، ممتاز. إذا عرفت الكسر المولي، إذا عرفت الكسر المولي، أضرب في 100 يتحول إلى نسبة مئوية. إذا عرفت الكسر المولي، إذا ضربت الكسر المولي 100 يتحول إلى نسبة مئوية. إذا ضربت الكسر المولي 100 يتحول إلى نسبة مئوية، يعني إذا كان عندي كسر مولي أقدر أحول إلى نسبة مئوية إذا سألني. وأن الكسر المولي في كل الحالات يجب أن يساوي واحد، فربطنا بين الكلام الموجود هنا وبين الرسمة. هذا الربط يفيدني في حد مسائل بعض الأحيان، أنه لو يسألني عن نسبة مئوية ويعطيني كسر مولي أقدر أحوله. والنسبة المئوية تساوي 100 مجموعة. الكسر المولي ل H2O يساوي 78%، ماذا يعني لك ذلك؟ يعني ذلك أن المحلول يحوي 78% من الماء. والكسر المولي ل HCl يساوي 22%، ذلك يعني أن المحلول يحتوي على 22% من حمض الكلور. معلومة إضافية، إذا الـ HCl لوحده يعني ما مع ماء يقال عنه كلوريد الهيدروجين، أما إذا وضع في الماء فيقال عنه محلول حمض الكلور. هاي ممتاز يا إبراهيم، حمض الكلور هذه نقطة تحتاجونها عاد بعدين في شرح الأحماض. يعني كلوريد الهيدروجين لوحده بدون ماء يسمى حمض الكلور، وبوجوده في الماء كلوريد الهيدروجين ووجوده في الماء يسميه حمض حمض الكلور او حمض الهيدروكلوريك. طيب التقويم الان، اوجد الكسر المولي لهيدروكسيد الصوديوم NaOH في محلول مائي اذا كانت النسبه المئويه للكتله لهيدروكسيد الصوديوم تساوي 22.8%، علما بان الكتله الموليه لهيدروكسيد الصوديوم
تساوي 40 جرام لكل مول. ماذا أعطاكم في المسألة؟ يلا أعطوني إيش أعطاكم في المسألة؟ النسبة المئوية بالكتلة المذاب حلو 22.8 غيره. حلو يا محمد غيره. والكتلة الموالية للمذاب غيره. بس هذا اللي أعطاك 100. ما في معلومة ثالثة؟ قلناها. والمذيب هو الماء ممتاز، شلون عرفت ان المذيب هو الماء؟ اللي عرف الماء غازي ممتاز، شلون عرفت ان الماء؟ شلون عرفت ان الماء مذيب؟ ممتاز يا محمد انه قال محلول مائي. فبالتالي ان المذيب هو الماء، لان قال محلول مائي معناه وضعنا هيدروكسيد الصوديوم في الماء. فالمذيب هو الماء، واذا عرفت ان المذيب هو الماء قبل شوي كم حسبنا كتلة المولية؟ كم حسبنا كتلة المولية الماء قبل شوي؟ 18. بس هذه الحين ثلاث خلصنا. هذه المعلومات اللي اعطاني اللي النسبه المئويه للمذاب والكتله المؤليه للمذاب والكتله المؤليه للمذيب. بس لا ما في كتله هنا، ما في كتله هنا، نسبه مئويه. نسيت شيء ثاني، لا في غير الكتله المؤليه للمذيب. اذا عرفت المذاب نسبته كم تصير نسبه المذيب؟ لا 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 أقل 77.2. إذا نروح الآن نشوف هذه مسألتنا، فيصير معطيات النسبة المئوية للمذاب 22.8، النسبة المئوية للمذيب 77.2، ويبغى الكسر المولي للمذاب. طبعا بما أنها في المئة معنى كل 100 جرام من المحلول فيها 22.8 من المذاب، وفيها 77.2 من المذيب. اقدر اجيب عدد المولات ولا ما اقدر اجيب؟ احول هذه كتلة، احول هذه كتلة، صح ولا لا؟ كم يصير عدد مولات الماء اللي هو المذيب؟ لما نقسم كم لما نقسم الماء كم كتلة المولية الماء؟ كم طلعت معكم كتلة المولية؟ كم طلعت معكم؟ لا للمذيب، المذيب كم كتلته؟ المذيب كم كتلته يا غازي؟ اتحسبت المولات مباشرة لا 22.8 للمذاب وليست للمذيب. احنا نبغى المذيب اول شيء، نبغى نجيب المذيب. كم تطلع، كم يطلع عدد مولاته؟ ان بي للمذيب كم تطلع؟ سيبوها ان بي للمذيب كم؟ 4.3، لانه تقسم 77.02 على 18 الكتله على الكتله الموليه. ممتاز يا ابراهيم، بالتقريب تطلع 4.3. طيب والان ايه اللي هي للمذاب؟ والان ايه للمذاب؟ 22.8 تقسيم الكتلة المولية للمذاب كم قلنا؟ 40. كم تطلع؟ ممتاز 57 عدد المولات من 100. سبعة وخمسين من 100 حلو. طيب يلا جيبوا لي الكسر المولي يلا. خلاص عرفت الان ايه والان بي، وش اللي عندك يا غازي مو واضح؟ طيب اعيد. صوت را ما في صوت؟ صوت واضح عندكم ولا مو واضح؟ ما عندك يا غازي. طيب احنا نقول، احنا نقول انه كتلة كتلة
المذاب، كتلة المذاب 22.8. وكتلته المولية 40، صح ولا لا؟ ها ردوا علي. طيب اقدر اجيب عدد المولات ولا ما اقدر اجيبها؟ اقدر اجيب عدد المولات ولا ما اقدر اجيبها؟ طيب اقسموهم على بعض كم تطلع عدد المولات؟ طيب 0.57 هذا عدد المولات، هذه ان الان ان اي ولا لا؟ هذه ان اي. طيب كتلة المذيب 77.2، وكتلته المولية كم المذيب؟ 18. يلا ممتاز. لما تقسمونهم على بعض كم يطلعون لكم من ال ان اي ال ان بي؟ يطلع 4.28 او 3 من 10 لما تقرب. ترى عندك ان اي فوق، طلع عندك ان اي فوق وان بي تحت. تقدر تجيب الكسور المالية المولية ولا ما تقدر تجيب؟ طيب الآن شوف السؤال، يبغى الكسر المولي لمن؟ هذا السؤال، الكسر المولي لمن؟ للمذيب ولا للمذاب؟ يبغى الكسر المولي للمذيب ولا للمذاب؟ للمذاب، صح ولا لا؟ اللي هو 4، صح ولا لا؟ يصير البسط كم؟ عشان تجيب الكسر الموالي، الكسر الموالي البسط كم؟ ممتاز، البسط 57 من 1000. يلا 57 من 100. طيب والمقام تجمعهم مع بعض، صح ولا لا؟ كم يطلع الاختيار؟ يلا لما تسوي العملية كم يطلع؟ كم يطلع الكسر المولي للمذاب؟ واحد واحد سبعة. لما تقربها كم تطلع؟ اللي طلع 0.117 لما تقربها كم يطلع؟ إذا وين الاختيار الصحيح؟ وين الاختيار الصحيح؟ الاختيار الثاني. بارك الله فيكم. في السؤال. طيب كم الكسر الموالي للمذاب؟ للمذيب. تفضل يا محمد. ممتاز يا فارس. محمد ايش عندك؟ تقول ايه يا استاذ ايش اللي عندك؟ طب من هذا 1.2 من 10 لازم يطلع 8.8، لانه اذا كان عندي 100 جرام فالنسبه المئويه تساوي الكتله. إذا كان عندي 100 جرام، إذا كان عندي 100 جرام تصير النسبة تساوي الكتلة. خليني أقربها لك أكثر، لما تاخذ في الكيمياء 100 من 100، كم تصير درجتك؟ محمد لما تاخذ 100 من 100 في الكيمياء، كم تصير درجتك؟ نفس الشيء، 100، صح ولا لا؟ فإذا أخذت إذا أخذنا 22.8 من 100 في 100 جرام بتصير 22.8. واضح؟
النسبة المئوية هو فرضك كأنها نسبة مئوية، فرضها هو قال لك انها نسبة مئوية، أعطاك في السؤال انها نسبة مئوية، يعني عندك 100. لما تقول الكتلة، لما تقول عندي نسبة مئوية معناه عندك 100، سواء 100 ملي او 100 جرام. اذا كانت نسبة مئوية حجمية بتصير 100 ملي، واذا كانت نسبة مئوية بتصير نسبة مئوية كتلية بتصير 100 جرام. طيب طلعوا لي الجواب هنا. يلا كم يطلع الجواب الصحيح هنا؟ طبعا الكتلة المولية، الكتلة المولية للحمض اعطاك اياها، والكتلة المولية الماء 18. يلا طلعوا الجواب الان بسرعة. يلا تحلون انتم الان، هذا الكسر المولي لمن؟ هذا كسر مولي ولا جواب؟ ما في جواب بهذا الشكل. كم عدد مولات المذاب؟ كم عدد مولات المذاب؟ ممتاز ممتاز، بس التقريب عندك مشكلة، التقريب عندك مشكلة، التقريب عندك مشكلة. طيب كم عدد، كم عدد مولات المذيب؟ المذيب 4.04 صح؟ لا ممتاز محمد هاني ممتاز. طيب انت عرفت هذا وعرفت هذا، ويبغى الكسر الموالي للمذيب ولا للمذاب؟ اول شيء تاكدوا، يبغى للمذيب ولا للمذاب؟ للمذاب. اذا البسط راح يكون فيه 279. الجواب الصحيح اي واحد؟ ها طلع معكم، تاكدوا زين الله يرضى عليكم. الثاني ممتاز محمد، الثاني هو الصحيح، تاكدوا زين هو الثاني صح، الثاني هو الصح. نفس طريقة المثال اللي قبل شوي يا مشعل، نفس طريقة المثال اللي قبل شوي، ما في فرق. احسب عدد المولات اول، الثاني هو الصح، الاختيار الثاني هو الصحيح. إذا خدنا آخر نوع من التركيز المحلي اللي درسته إن شاء الله، هو تركيز الكسر الموالي، ويكون الكسر الموالي للمذاب عدد مولات المذاب على مجموع عدد المولات، وعدد مولات المذيب تساوي أو الكسر الموالي للمذيب يساوي عدد مولات المذيب على مجموع عدد مولات المذاب زائد عدد مولات المذيب. كذا نكون أخذنا 5 أنواع من التراكيز: النسبة المئوية لدلالة الكتلة وهي كتلة المذاب على كتلة المحلول ضرب 100، المولارية هي عدد مولات المذاب مقسومة على حجم المحلول باللتر، والنسبة المئوية لدلالة الحجم وحجم المذاب على حجم المحلول ضرب 100، والمولارية هي عدد مولات المذاب على كتلة المذيب بالكيلو جرام، واللي درسناها اليوم الكسر المولي. ويمكن أن يكون الكسر المولي للمذيب اكس بي او للمذاب اكس اي، وبالتالي اذا حسبناه للمذيب فهو عدد مولات المذيب على عدد مولات المذاب مضافه الى عدد مولات المذيب. اما اذا اردناه العدد المولي او كسر المولي للمذاب فهو عدد مولات المذاب مقسوما على عدد مولات المذاب زائد عدد مولات المذيب.